رقاقة إلكترونية مزروعة في جمجمة نابليون بونابرت. وجد علماء فرنسيون أنفسهم في حيرة من أمرهم أثناء قيامهم بفحص وفاة الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت، حيث اكتشفوا رقاقة إلكترونية دقيقة بحجم نصف بوصة. وأكد العلماء أن هذه الرقاقة الإلكترونية ربما زرعت في جمجمة نابليون من قبل كائنات متطورة. ويقول دكتور بيبو أن الرقاقة كانت موجودة في الجمجمة كجزء لا يتجزأ منها، حيث بدت كأنها موجودة بشكل طبيعي، ما يشير إلى دقة الأداة المستخدمة في زرعها. اعتقدت أن الرقاقة تم زرعها في جمجمة نابليون عندما كان شابا، لأن وفقا للسجلات التاريخية قد اختفى صناديا عن مقال عدة أيام في صيف 1794 في شهر يوليو، وكان عمره 25 عاما. واعتقد أنه تعرض للاختطاف في هذه الفترة. المصادر التاريخية أيضا أنه منذ تلك الفترة أصبح نجم نابليون صاعدا بقوته كصاروخ، حيث أصبح مسؤولا عن الجيش الفرنسي في إيطاليا في العام 1943.